استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط، سعادة المهندس كمال بن أحمد رئيس مجلس إدارة شركة جبك وأعضاء مجلس الإدارة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جبك في تنمية مسيرتها نحو الارتقاء بمنظومتها ومواصلة تحقيق التطور التقني والفني والإنتاجي، وهو الأمر الذي يعزز مكانة المملكة في مختلف القطاعات. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الشركة القابضة للنفط والغاز تحرص على دعم الشركات التابعة لها بما يحقق الرؤى المستقبلية التي تعمل الشركة على تحقيقها. واطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الخطط المستقبلية التي تسير عليها الشركة في مواصلة تنفيذ الرؤى التطويرية ومواصلة مسيرة الشركة الرائدة في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بقطاعي النفط والغاز بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما استعرض سموه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جبك المسيرة التي تسير عليها الشركة، مشيدا سموه بالجهود البارزة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. من جانبه أعرب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل وحرص سموه على مواصلة تنفيذ وارتقاء الخطط التطويرية للشركة، مؤكدا أن الشركة حريصة على تنفيذ توجيهات سموه الرامية إلى تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني في المملكة.